أيضا من أسباب الهداية لابد أن نسير في طلبنا للعلم على ما كان عليه هؤلاء. تختار أعلى إنسان. بالأمس كنت أسأل يقول نسأل من العلماء، قلت إذا مرضت تذهب إلى من؟ أي طبيب؟ قال لا. أعلى طبيب؟ نعم. وجدت أعلى منه؟ قال أترك هذا وأرجع إلى أعلى طبيب بروفيسور، حتى ولو كان هذا المرض شيء يسير، زكام مثلا. فما بالك أمر يتعلق بالاعتقاد، أمر يتعلق بالقلب، لابد أن ترجع إلى كبار العلماء.